تم اغتنام عدد كبير من الصواريخ منها مضادة الدروع. من بين سيل الفيديوهات التي تنتشر يوميا على اليوتيوب توقف كثيرون عند هذا الشريط. ليست المرة الأولى التي تقول فيها مجموعات من المعارضة السورية المسلحة أنها استولت على مخازن أسلحة تابعة للجيش السوري، ولكن هذه المرة نوعية الصواريخ في هذا المخزن في منطقة القلمون في ريف دمشق وأعدادها قد تشكل تطوراً مختلفاً. هذا مستودع استراتيجي بالنسبة للجيش النظام، وتم استرجاعه من قبل قوات الجيش الحر، استرجعنا فيه وأسلحة هي أغلبية تنين دال وأعدادها أكثر من اللي شفتوه بالتلفزيون، وهذا إن شاء الله أنه بيقوي الجيش الحر ورسالة لأهلنا وطنين للثوار ولأهلهم أنه إن شاء الله المرحلة القادمة هي مرحلة تحرير ونصر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أهمية هذه الصواريخ وهي من نوع كونكورس وكاركونت الروسيين وميلان الفرنسية أنها مضادة للمدرعات. المعارضة تقول إن لديها المنصات الضرورية لإطلاقها. الكورنت هي من الصواريخ التي استخدمها حزب الله في الحرب مع إسرائيل عام 2006، وتسببت بتعطيل مدرعات ميركافا الإسرائيلية التي تتمتع بتدريع يعتبر من الأفضل في العالم. حل هذا الموضوع مشكلة أساسية كان يواجهها الجيش الحر في مواجهة النظام، وهذه كانت من الأسباب الأساسية التي سقطت من أجلها سواء مواقع القصير أو حي الخالدية في حمص. يعني إلى جانب القوة الجوية هناك القوة المدرعة، الآن أصبح لديهم ما يكفي من الصواريخ أعتقد للدفاع عن كل المراكز الحيوية. طالما طالبت المعارضة السورية بأسلحة نوعية تساعدها على قلب المعادلة العسكرية لصالحها، هذا النوع من الأسلحة هو من بين ما تطالب به، ولكن سير المعارك وحده قد يكشف ما إذا كانت المعارضة قادرة على استعمال هذه الأسلحة بفعالية، ما يؤدي فعلا إلى تغيير على أرض الواقع. كارين طرباي، بي بي سي.